فوق 30 يوم غيبية جميع النجم سيارات كاملة فينا وتخليق مراضي بلا مشروعة ثم عدفقنا لهم موروط بشركتنا مرحبا بكم مرة أخرى في مرتبتكم العديدة معكم أحمد شوقي سي جمالي أحمد الكاتب العام ديال أتي معنا سي بشير الكاتب العام ديال أفاسيرفر كازابلانكا معنا سي ياسين رابي إكسبريس هو الكاتب العام معنا سي زاوي أنور الكاتب العام ديال موديفي وموديفات أطلس ملتي سيرفيس معنا الأخت سليمة الكاتبة العامة لقسم البوصول أي إم إس معنا الأخ خماني الكاتب العام لأقسم أونلاين ومعنا الأخ المعامل المحترم الأخ بابا حسن علال كاتب الجامعة الوطنية لمحترم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا لكم على الفرصة المباركة أكثر في الموضوع. مجموعة عميقة تطرح في الرأي العام غادي نرجع لها السيد الكاتب العام أولا وكذلك القطر اللي معاه وكنتمنى له التوفيق في هذا المولود اللي إن شاء الله يكون له مستقبل زاهر من أجل تخدمة جديدة في الوضع ديال العراق. السؤال المطروح هو دور الرقابة ديال النقابة ديالكم السيد الكاتب العام. أجل أعطيك عقوبة كل السجل معي وبيضاقا نص الشراكة اللي بدأت مع رارام في 2019 واحد شركة جديدة وضع استئصال في كل ما يتعلق ببرمجة المعلوميات كتضخ المرائية مولاتها تونسية والناس كيعرفوا هذا الشيء. السؤال الأول السؤال الثاني يتعلق هذا كله أسئلة تطرح في الرأي العام. هناك مضيفين ومضيفات يعانون كيضربوا السوية كيضربوا كاميرا والله يعلم بهم ودورنا والأسئلة ديالهم نطرحها لكم كنقابة في إطار النقابة. هذه النقطة الأولى. المسألة الأولى كنطرح الموضوع ديالي ثم لأن الطاقات ما يكفي في العلوميات تم إقرار ديالهم كاين اللي خدم استيقاظهم شي وحالو كاين اللي كيعبد المنضبطي جلس الديمقراطي والغريب في الموضوع أن هناك شخصية لها دور جوهري في الشركة هو فرنسي من أصل روسي يتقاضى مبالغ خيالية في الشهر ليس هذا هو البيع أنتم عرفتوا حتى هو مكلف بالعلوميات وحنا عندنا طاقات وعندنا شباب لهم إجازة وعندهم في المعلوميات وتيخدموا في 14,000 سوي هذا سؤال. نحن لا نوجه ابتداء لأي أحد ولكن استفسار حق لكل مواطن أن كل إشكاليات كتصبح الأكثر من ذلك. شكون أعطيك بعض النقط كتمنى أستاذ الفاضل أنك تسجلهم مرة فيها من 60 إلى 70 دينار تروعة في الضفية شي الولاء ما تحسوش هاد الناس ديال الشعر مطروح هاد الربعة ما يمنعش هاد الشيء قليل في هاد الشعر شكون كيتبع هاد المسؤولين ماشي معقول علاش ما كانش تجلس على الحسابات واش انا الا غادي تدخل عندي وتحت معايا ولا تستفسر واش هو يا لا ما دام لي سعة صدر وانني اتمتع بالنزاهة وهذا هو دور النقابه هذه تقل خلاصه القول كله في العاتق ديال النقابه ودور النقابه من اجل تبيان الحقيقه لانه لو تم المراقبه بطريقه ممنهجه سواء في اطار ديال التكنولوجيا اللي كنتكلموا عليها الان وهذه المبالغ الخياليه اللي كنسمعوا كنمشيو للدول كاين واحد البيع تكون في الاراضي 13 مليون ديال البنيات الشركه كيفاش مشات من اجل ايش بحث على افاق مستقبليه والله عندنا الطاقات في المغرب وعندكم انتم مصدره والله عز وجل على الموضوع ديالهم هذه كلها اسئله يلزمني الحياد ولكن لي حق
طرح اسئله جمعيه منها الراي العام. شكرا جزيلا. انا اتفق معك في واحد الدور ديال الرقابه، ما غاديش نقول لك الرقابه، لان الرقابه عندها واحد الاليه اللي هي مجلس الاعلى اللي سبب، واللي هي الوزاره الوصيه مع الاصدقاء. هناك رقابه الدور ديالنا اللي عطيهنا المشرع، الدور ديالنا اللي عطيهنا المشرع هو دور الكادر ولا كوميتي دونتربريز، هو لجنة المقاولة. المشرع ديال لجنة المقاولة لكي تجتمع مع الممثلين النقابيين ومع الممثلين الأجراء مرتين في السنة. سمعني غادي نهضر شوية بالفرنسي. لوغو ديال الكوميتي دونتربريز سي دو سو ريونير دو فوا باغ avec les délégués de personnel et avec le représentant syndicaux pour leur présenter le bilan social et économique de la compagnie et la stratégie de la compagnie. Aujourd'hui, malheureusement, chez Royal Air Maroc, chose qui n'a pas été faite. La seule fois où on a réuni, là la deuxième fois par an, la première fois on a réuni pour lui présenter du réchauffé, et ça c'est le référent de Khouz Lbeit. جابوه بريزونطاو لينا ودايور حنا فورمام داك الشيء سيونس دو مون من بعد منها ما داروا حتى كوميتي دونتربريز مالغري بليزيوغ فولونس دو نوتر بار ورا لي زيميل ورا حتى لي بيجي على هذا الشيء. جاو عز الازمه وقال لك غادي نديرو كوميتي دونتربريز بور ليسونسي لي جون. الوغ داك الدور اللي عطيه لنا المشرع مالوغوزمون ما تتحترموش شركة الحقوق الملكية المغربية. وهذا الدور انا اسمح لي غادي نرجع لك الروفير، هذا الدور ديال الصحافة اوجوردي بوغ ديلونسي هذا الشيء، لأن تتبقى الحقوق الملكية المغربية اللي هي شركة وطنية. راه تنهضرو على المال العام، راه ما مال ديال حتى واحد باش يتصرف فيه كما باغي. وكما تنقول لك راه كاينة وزارة وصية وكاين مجلس أعلى للحسابات ولا جاوا يديروا خدمة المرأة غادي يلقاو داك الشيء اللي غيلقاو، أنا راه ما غادي نخدمش براسي. انا المشرع عطاني واحد الحاجه وضيق راه حنا متخرجوها في الكومينيكي ديالنا، لان هاد الشركه راه ما بقاش تفعل هذيك لجنه المقاوله. هي لجنه الصحه راه تديرها وتدير الصحه والسلامه، ومالوروزمون حتى دوك لي ريكومونداسيون اللي تندير لهم في اطار لجنه الصحه والسلامه راه بعض المرات ما تياخذهمش بعين الاعتبار. والمثال راه اللي عطيتو لكم دويله هو راه تاني سطور بعد شي حوايج الله يسترهم الشمس. انا بالنسبه لل شي شركات هضرتي عليهم، انا ما غادي ندخلش في السميات ديال الشركات، مي ما نقدرش ننفي ولا نقول بان راه ما كاينش. راه هذا جواب شافي وكافي تنظر اسي يوسف، ونعاود نقول لك بان راه هاد الشركه هادي راه مراقبه والمالية ديالها مراقبه، وخص الناس يجيو يطولوا عليها يشوفوا شنو هاد الصفقات كيفاش كيدوزوا، راه ماشي انا كنراقبها. انا جو تير لا سوني دالا اوفيسيوزمون في الرادار ديال الاداره، راه تنقول به الله على هذا المقدار. وراه الكلمه ديالي راه كانت كلير، ملي تنقول لك راه اي دوا انفيستير بعدا في الكابيتال هيومان افون دو باسي ا اوتر شوز، مالوزمون سي با لو كي اوجوردي. هما تيقول لك حنا عرفتي شتي سمونا سي يوسف ملي تنديرو هاد لي غومارك، حنا اعداء النجاح. ولكن جلس واحد الساعه ما شفنا حتى نجاح، شفنا دي كابيني اللي تيخدموا وحنا عندنا واحد الارمادا ديال لي سالاري في واحد لا ديريكسيون اللي ما عطيناوش الخدمه وتنجيبو دي زيكستيرن. ملي تنقول لك راه دي زيكستيرن راه تيديو بالملايين ديال الدراهم حوايج اللي يقدروا يديروهم لي سالاري كي اون تيتي ريكروتي بور سا. ولكن تنون فيغ ابيل لحاجة تيمسي عقوب، ماشي انا اللي غادي نقول لك شنو هما، ومشي انا اللي غنبحث في هذا. لان كما تنعاود نقول لك راه كاين دي زانستونس اللي هما سونسي سوبرفيزي ويراقبوا هاد المسائل اللي تنهضر عليها. بالنسبه للطائرات نقول لك الطائرات راه تباعوا في واحد الوقت اللي افون كوفيد، ماشي على وقت كوفيد تباعوا طائرات عاود كريناهم من بعد وكريم ما تخش معك طرق ديتاي. الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء اللي بغا يدخلوا في الديتاي راه غادي يكسوا عليه وغادي يلقاو شنو هما شنو هما لي فايل اللي كاينين شنو
شكرا سي يوسف. جيدا انه في جوات تنقطع انت جالس في الدكه الاجنبيه ما تنقطع امور الا ان هناك شق قوي صاحب كنتور المركب غتكون شي مستشفيه. انا غنجاوبك انا غنجاوبك انك لما تتكلم عن المساله النفسيه تنقطع ومن ثم تكون شي حاجه اللي فيها اشكاليات وتطرح الموضوع بطبيعه الحال باش لانه الهدف الاسمى جوج انتوما عندكم منخرطين هو الشيء الثاني هو المغرب كمل 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 هي لابسة هذيك البيت هي والله عز وجل اللي عندنا هي ذاك الوقت اللي ضاربين السوايع حتى من الوسط الناس ما هي من جهة الاشتغال في قطعة البوع ديالها هو دورك انتم ومسكتش المستشارين تاع الحال. شكرا. بالنسبة بالنسبة للموظفين ونخليو الاخوان اللي يجاوبوا اليوم اما بالنسبة لمجلس المستشارين باش نعرفوا كسيوس حنا في اطار ضيق كنا نتكلم في البارح والصباح مع الممثلين ديالنا مجلس المستشارين من اجل طرح اسئله تخص هذا القطاع ديال النقل الجوي اللي هو كما تعلم قطاع حساس بالنسبه للاقتصاد الوطني. يعني هي ان بروجي باش غيطرحوا اسئله في مجلس المستشارين على هذا القطاع. هذه رساله مطلوب منا.